مروان حمدي بقى مصري دلوقتي اعتقد خلاص، وناصر منسي واحمد شريف، شايف عينه واختياراته ازاي؟ انا شايف ان فيها فير بشكل فيها فير بشكل كبير جدا، ودي كانت من اميز اللعيبه فعلا اللي ادت على مدار الموسم. او الفيدباك اللي الراجل قبل ما يجي برده كان واخدها، التميز بتاع اللعيبه دي، وانا يمكن متابع جيد لكل اللعيبه اللي انضمت. كانوا بيادوا طول الموسم اداء جيد، في بعض اللعيبه انا كنت شايف ان هي مقديه برضو اداء جيد مع فرقها. أيوه. لكن هم دلوقتي ما بيلعبوا في افريقيا زي فيوتشر وبيراميدز والفرق الثانيه. لكن لا، اللعيبه دي تستاهل، واللعيبه اجتهدت، والاميز كمان ان سنهم صغير. يعني متوسط الاعمار السن صغير، احمد عادل، ميسي، واكيد وفي مصطفى ميسي كمان بتاع سيراميكا، لعيب كويس جدا. أيوه. ده اللي انا بتمنى كمان، ان عندنا ميسي كتير قوي في مصر، عندنا ثلاثة ميسي، عندنا ميسي ونيمار ومبابي. يلا يعني بيتهيألي الجيل اللي طالع الصغير ده، يعني لما شاف صلاح قدامه الحدود بقت نو ليميتس، يعني ما فيش حدود. كله صح كله ولا كله ايه؟ صلاح رفع سقف طموح ناس كتير جدا، ناس كتير جدا. يعني هو ده اللي بنستناه من صلاح، ده اللي بنستناه من صلاح، واتمنى ان مش عايزين نقعد على صلاح بقى، يعني لسه بقول لحضرتك مش عايزين ننام على صلاح. اتمنى ان في صلاح 2 و3 و4، ده في صالح الكره المصريه.